السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي تمديدات مائية، استبدلت بالبيب 1 إنج أساس تدفق الماء أكثر. هذا ببدأ من هنا، بوصل في هذا البيب، من ثم بخلي هذا هنا الولف هنا رايح الطريقة لين هذا الصبار، من ثم بيرجع هالطريقة يمر على هالسدر والصبارة ورايح من الماي الرئيسي، ياخذ ماي من الرئيسي ونلفه من هنا اساس انه احفر تحت الانترلوك وتفن البيب من هنا ويجي تحت هاي الشيرة. انا ابغي الغي هذا البيب اللي فوق يكون مانع هذا، يعني ما بخلي شيء اسمه فوق مع انه مخفي كل مكان، بس اللهم هني، لكن انا بلغي من هالمنطقة، بيكون بيمر من هني من تحت الانترلوك بيندفن، ونفس الوقت بيكون انش واحد يعني اكبر والماي بيتدفق اكثر. يعني تابعونا وشكراً.